مرحبا شباب، اليوم رجعنا لكم فيديو كثير انطلب منا اللي هو عن الغسالة الأوتوماتيك والمشاكل اللي بتصادفنا أثناء تشغيلها. اليوم راح نحكي عن الصيانة الدورية اللي لازم نعملها بشكل شهري للغسالة عشان ما نوصل للأعطال اللي راح نحكي عنها اليوم، وراح نوريكم كيف هاي الأعطال تتعالج. الأعطال اللي راح نحكي عنها اليوم هي تصريف المياه، ضعف في تصريف المياه، أو عدم التصريف نهائياً اللي هو الرائحة الكريهة اللي بتطلع من باب الغسالة والبقع الصفراء اللي بتيجي على الملابس. راح نحكي كمان عن كيف نعالج ضعف المياه اللي هي الداخلة للغسالة من مصدر المياه كمان، وراح نحكي أخيراً عن الغسالات اللي بتمشي اللي هي اللي بترج كثير وبتمشي أثناء الدوران وخصوصاً مرحلة التنشيف. خليكم معنا، خلينا نبلش بأول عطر. رح نحكي أول إشي عن ضعف تصريف المياه أو عدم تصريف المياه. طبعا جميع الغسالات في تحت بالزاوية اللي تحت في عندك هاي العلبة. هلأ حتى لو كانت المياه بتتصرف عندك بشكل ممتاز وما في أي مشاكل، اللي رح نعمله اليوم لازم تعمله بشكل شهري عشان ما توصل لمرحلة انك يصير عندك ضعف في تصريف المياه، وعشان هون في بالداخل ترومبا اللي هو موتور المياه اللي بيعمل على اخراج المياه الوسخة، تمام، ما يخرب. تفتحها من هون زي هيك، تمام، راح تلقى ان هون في بربيش. هذا البربيش عشان لما نفتح هاي ما المي تطلع كلياتها مرة واحدة، فمنفضي المي اللي بداخله عن طريق البربيش. فمنجيب اي علبة، تمام، ونفتح البربيش من هون، بصير يسيل مي زي ما انتم شايفين. نحاول نخليه يسيل مي قدر الامكان عشان لما نفتح الداخلية الفتحة ما ينزل مي كثير. هلا بعد ما نفضي المي اللي هون نفتح الغطاء اللي هون. زي ما انتم شايفين بلشت المي تطلع. شايفين كيف بكون في اوساخ بتتجمع من المي اللي نازله من التصريف بعد الغسيل، تنزل وبتطلع على المجاري. فهون عندك زي مصفاه تتجمع فيها المواد اللي ممكن تنزل من هون، زي زراير، قطع معدنيه، قطع قماش صغيره، كلها هون. هلا بنفتحها من هون وبنمد ايدها، طبعا بنفصلها من الكهرباء، بنمد ايدها من هون بنشوف اذا في اي شيء موجود عالق جوا بنطلعه، تمام، ما في اشي لانه انا بعمل لها صيانة اول باول. هلا شو بنعمل؟ بنجيب كمان مش غلط اللي هو الخل الابيض. الخل الابيض بيعمل على محافظة عليها من البكتيريا والروائح الكريهة. فمنجيب اي قطعة قماش او فاين او اي اشي بنحط عليها خل ابيض وبنمسحها من الداخل بالخل الابيض. تمام، هاي العملية لازم تنعمل كل شهر مرة سواء عندك مشكلة أو لا. بنسكر البربيش ونرجعه مكانه زي هيك، بنسكر الفتحة. هاي أول شغلة، إذا كان في عندك عطل في التصريف أنت هيك بتكون عالجته، بكون في إشي، تمام، وإذا ما كان في عندك أنت هيك حافظت على الترومبة اللي موجودة بالداخل. خلينا نروح على النقطة الثانية. هلا بنيجي للعطل الثاني او المشكلة الثانية في غسالات الاوتوماتيك اللي هي ممكن النقط الصفراء اللي بتيجي مرات على الاواعي، وبنفس الوقت نفس المشكلة اللي هي الرائحة الكريهة اللي دائما بتكون في غسالة الاوتوماتيك. عشان هيك بحكولك دائما خلي الباب فاتح عشان الريحة، لو خليت الباب فاتح على الفاضي. سبب النقط الصفراء والرائحة الكريهة بتيجي من وين؟ عندك هذا الإطار، تمام، في هون فتحة مخفية بتجمع فيها كل الأوساخ، يعني أنت ممكن تنظفه من هون بس على الفاضي. في هون فتحة مخفية وممكن فيها تصريف للمياه اللي بتدخل هون بتكون مسكرة كمان فما بتتصرف. هلا راح تشوفه. هلا منجيب قطعة قماش أو فاين
بنفتحها من هون زي ما انتم شايفين هيك، تفتحها لبرا زي هيك، تطلعها وبتحط القطعة من الداخل هيك، بتدخل ايدك وبتمسح. شايفين كيف؟ طبعا انا هاي بنظفها بشكل شهري، عشان هيك لو انت جربت في غسالتك راح يطلع لك اوساخ بشكل مش طبيعي. شوف كيف؟ شايفين؟ هاي منظفة قبل شهر، فتخيل انت اللي انت لساتك مش منظفها من يوم ما اشتريتها. هلا بنيجي هون بالنص من تحت، تلقوا فيه زي ثقب، هذا الثقب تصريف للمياه اللي بتيجي هون، لازم تحاول تفتحه بالضغط عليه زي الشفاط عشان يفتح. بعد ما تنظف الإطار بالكامل بتجيب اللي هو زي ما حكينا الخل الأبيض عشان يقضي على البكتيريا اللي موجودة هون من الأوساخ، عشان الروائح الكريهة ما ترد تطلع. فبنحط على قطعة قماش خل وبنحطها من الداخل، تمام، وبنبلش نمسح الإطار بالكامل من الداخل بالخل. شايفين؟ هيك الرائحة بتقضي عليها نهائيا. ونفس الأوساخ هاي أثناء الغسيل ممكن ترد تدخل على الغسيل وبتعمل نقط صفراء على الغسيل. بتنظفها زي هيك، وكمان مش غلط إذا بتحب تحط خل داخل الجرن من هون كمان، تمسحه بالخل وتخلي الباب مفتوح لفترة قصيرة. هيك بنكون حلينا المشكلة الثانية. نيجي هسا على المشكلة الثالثة. نيجي للمشكلة الثالثة واللي هي ضعف المياه الداخلة على الغسيل، تمام؟ هلأ الضعف بيجي من سببين اثنين. أول سبب نيجي من خلف الغسالة اللي هو بربيش المياه الداخل المغذى من صنبور المياه. قبل ما نبلش زي ما انتم شايفين حشايلين الكهرباء، طبعا بنسكر المحبس الرئيسي اللي بدخل المياه، بعدين بنيجي على البربيش اللي داخل على الغسالة بنفكه من هون، تمام، زي ما انتم شايفين بنفكه هذا البربيش، بنحطها على الرجل، بكون هون زي ما انتم شايفين في اللي هي مصفاة عشان تصفي ما يدخل اي شوائب او اتربة من المياه على الغسيل تحت، فهاي لازم تشيلها، تمام، زي ما انتم شايفين هاي شلناها، تمام، راح تلقى انه هاي بكون فيها اتربة وحجارة، تمام، مسكرة هاي المصفاة، مما يؤدي الى ايش؟ انه ضعف المياه الداخلة على الغسيل. طبعا زي ما انتم شايفين انا عندي نظيفة لانه انا بنظفها بشكل دوري، تمام، فانتوا راح تفتحوها، راح اذا انتوا مش منظفينها من لما شريتوا الغسالة راح تجدوا انه هاي مليانة اتربة وحجارة، وهذا هو سبب ضعف المياه الداخلة. نروح على السبب الثاني لضعف، طبعا بتغسلوها بتنظفوها وكمان بتحطوا عليها خل ابيض وبترجعوها بتركبوها زي ما كانت. السبب الثاني كمان اللي ممكن يؤدي الى نقص المياه الواردة للداخل، السبب الثاني بكون اللي هو الجارور اللي بتحط فيه المنظفات زي ما انتم شايفين. هلا هذا الجارور اكيد عندكم ما بكون زي هيك لانه انا بنظفه بشكل دوري، راح تلقى بقايا المنظف كلياتها عالقة هون. فانت شو بتعمل؟ في عندك هون زي الكبسة هاي، تمام، بوش تكبس عليها بتسحب الجارور بيطلع معك الجارور، تمام، فبتنظف الجارور هذا بالكامل، تمام، من بقايا المنظفات، وبتعمله كمان بالخل الابيض، تمام. وشو كمان اهم شيء؟ مش بس الجارور، المنطقة اللي بيدخل فيها الجارور من هون زي ما انتم شايفين هاي المنطقة، هاي المنطقة طبعا راح تكون عندكم من هون مليئة ببقايا المنظفات، عشان هيك لازم بتجيب شريطة بتدخلها بتنظف هاي المنطقة كاملة، وكمان نفس الاشي بالخل الابيض. هيك بكون انت نظفت مداخل المياه كاملة، لان المياه بتنزل من هون بتاخذ معاها المنظف وبتنزل تحت على الغسيل. هاي اهم الخطوات عشان تحافظ على غسالتك الصيانة الدورية للغسالة. بنيجي لاخر شغلة في الغسالة.
آخر شغلة اللي هي زي ما أنتم بتعرفوا في كثير من الغسالات لما بتشغلوها وخصوصا مرحلة التنشيف بتصير ترج أو تمشي. شو السبب؟ السبب بكون إنه هي مش جالسة على وضعية مستوية، إما بكون من البلاط اللي تحت مش مستوي تمام، أو بكون من الغسالة الرجلين تبعونها أنت مش مسوي الرجلين بشكل مزبوط. فشو راح تعمل؟ إذا عندك ميزان مي زي هيك تمام، بتحطه زي هيك بالأشكال هاي، بتحطه بالشكل المستقيم، راح لازم يكون المي زي ما أنتم شايفين معمول بشكل أفقي 100% مش مايلة تمام. هلا إذا كانت مايلة لقدام لورا تمام، شو بتعمل؟ في البراغي اللي في الرجلين تحت بتشدهم، فبترفع الغسالة أو بتنزل الغسالة لحد ما يصير المستوى تبع ميزان المي إنه هيك مستوي بشكل مزبوط. بتعملها بالشكل الطولي زي هيك، بعدين بتعمل بالشكل العرضي لازم يكون نفس الشيء مستوي، وبتعمل بشكل مائل زي هيك، وبتعمل بالشكل مائل بالعكس حرف اكس، يعني زائد بتعمل وبعدين بتعمل اكس. لازم كل الوضعيات تكون مستوى المياه اللي هون شايفينها في ميزان المي انها بشكل افقي. اذا كانت كل الوضعيات بشكل افقي على اي درجة، كانت درجة التنشيف 1000 1400 اي شيء، مستحيل انه الغسالة انها ترج معك او تصير تمشي. ومنشوف كمان في رجلين اللي طالعة بالاسواق هاي اللي بتتركب في الغسالات من تحت من المطاط عشان تمنع الرج تبعتها، منيحة ومفيدة بس مع الوقت بتخرب، يعني بتتمزق إذا كانت الغسالة بترج. فالأفضل سواء ركبت أو ما ركبت لازم هاي العملية بميزان المي تعملها بشكل نهائي. لهون بكون فيديو تبعنا خلص، بتمنى يكونوا استفدتوا منه وعجبكم. وإذا عندكم أي استفسارات ثانية بخصوص غسالات الأوتوماتيك تمام، اكتبونا في التعليقات وإن شاء الله راح نجاوبكم عليها أول بأول. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة عشان الفيديوهات الجاية كثير حلوة راح تكون، وفعلوا زر الجرس ولا تنسونا من اللايك. سلام.